للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور عصام معنا. في البداية دكتور عصام، مر أكثر من أسبوع على اغتيال هنية، كيف ترى أو برأيك لماذا تأخر الرد الإيراني؟ يعني حقيقة هناك يعني نوعان من وجهة النظر حول سبب التأخير. السبب الأول يعني يقول أن إيران كانت أو إيران وحزب الله لم تكن تريد أن يكون الرد مباشرا دون تحضيرات مسبقة، علما بأن الرد المباشر هو يعني يعطي صورة واضحة للمفاجأة التي يمكن أن تؤثر الضربة في العدو الإسرائيلي. لكن التأخير كان لأولا اختيار الهدف، نوعية هذه الأهداف، قيمتها، مقدار يعني الرد هل سيكون مشابه أو مماثل للاغتيالات التي قامت بها إسرائيل أو أكثر من ذلك، إضافة إلى إعطاء نوع من الحرب النفسية والمعنوية للقادة العسكريين الإيراني للإسرائيليين وللمجتمع الإسرائيلي الذي بدأ يعني متخوفا ومتوجسا من ماهية الرد الإيراني ورد مجموعات إيران سواء من حزب الله أو من أنصار الله. وبالتالي يمكن أن نقول أن إيران أرادت من هذه الأمور أيضا أن تربك القيادة الإسرائيلية بحسابات يعني مختلفة عن طبيعة هذا الرد. لكن يبدو أن الرد أكيد قادم بغض النظر عن الاستعدادات التي قامت بها إسرائيل. لذلك نجد أن إيران الآن بدأت في المناورات وبدأت بتوزيع قدراتها الدفاعية، وخاصة تلك التي وصلتها أخيرا من روسيا الاتحادية، مما يدل على أن هناك نعم توجه حقيقي لبدء مثل هذه الضربة. نعم، إلى أي مدى تقلق هذه المناورات الإيرانية والاستعدادات إسرائيل فيما يخص الرد الإيراني المحتمل؟ يبدو أن القدرات الإيرانية حسب ما ورد في تقريركم حول التباين أو التقارب في القدرات العسكرية الإيرانية أو الإسرائيلية يدل على أن مفهوم القدرة بالنسبة لإيران مختلف عن مفهوم القدرة بالنسبة إلى إسرائيل، مع بعض التقارب بنوعيات الأسلحة وأن اختلفت طبيعة التقنيات العالية المستخدمة. ونجد أن إسرائيل تتميز بالقدرات التقنية العالية، نوعية الأسلحة التي تمتلكها، بينما الأعداد الأكبر بالنسبة لإيران هي إحدى مزايا التفوق الإيراني، إضافة إلى نوعية المقاتل. وأعتقد أن نوعية المقاتل هي نقطة الضعف في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن مفهوم العقيدة العسكرية الإسرائيلية مختلف جدا عن العقيدة العسكرية الإيرانية، إضافة إلى طبيعة الأيديولوجيا المعتمدة في إيران وحزب الله، وهي تلك نقطة الاختلاف ما بين نوعية القادة ونوعية الأفراد المشاركين بالقتال، إضافة إلى الإنهاك الذي أصيبت به القوات الإسرائيلية في حرب غزة خلال 10 أشهر، وأيضا خلال القتال في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة. هنا يبدو أننا أمام تطور آخر جديد في هذه الحرب، وهذا التطور هو أيضا عدم قدرة الدول الغربية على كبح جماح إسرائيل بعدم الانخراط وتوسيع الحرب، إضافة إلى رغبة إيران بأنها ستنتقم للضربة التي وجهت لها في عقر دارها، وخاصة مقتل أحد القادة السياسيين للمقاومة الإسلامية لواو الشهيد إسماعيل هنية في طهران، إضافة إلى مقتل الرجل الأول عسكريا في حزب الله، ومن ثم قصف مخزنات النفط في الحديدة.